مرة ثانية. متابعينا الكرام، أول أخبار راح نبدأ فيها ما حدث في هذا اليوم في مباراة لنادي السروات وكذلك نادي سروات من النماص وكذلك نادي حراء من مكة المكرمة، حيث حصلت العديد من الأحداث في هذه المباراة، تهجم على الحكام وكذلك يعني عدم وجود رجال أمن وإلى آخره. نبدأ الحديث المداخلة من الأستاذ حامد مؤدر رئيس نادي حراء، حياك الله. هلا استاذ. يا هلا وسهلا فيك، اذا ممكن ترفع صوتك والسؤال لك، انت المدرب ولا الرئيس اول شيء؟ الاثنين مع بعض. ما شاء الله، نظاميا تجوز يعني الموضوع هذا؟ والله فرصه نبحث في الموضوع ده. نبحث في الموضوع، طيب. أنا ما أسمع للأمانة، يعني إذا ممكن ترفع صوتك. خلينا نبدأ معك الحديث، وش اللي صار اليوم في المباراة؟ أنتم في ضيافة اليوم فريق السروات في النماص، المباراة أقيمت في المحالة هذا اليوم. والله أنا استغربت يعني الناس اللي كانوا موجودين في المنصة، وقلت لهم هذه الضيافة معروفين أبناء أبها بالضيافة الكريمة يعني. فكان لاعب من فريق الفرج وصعد المنصة، لأنه ما أصلا مدخل أو مخرج الملعب إلا المنصة فقط، ما في أي مخرج آخر يعني، عشان يتابع الصورة أو يخش على غرفة اللاعبين. فحقيقة حرز احتكاك من الناس اللي في المنصة باللاعب، فأقول له هذه الضيافة يعني في ناس حقي رئيس النادي بعد السنوات يعني الأستاذ مبادر الشهري رجل محترم، والاستاذ سعيد الشهري ومحمد ابو عراد قدموا خدمات كبيره لنا في يعني حاجه الاستاذ وكذا، لكن في ناس غريبين في المنصه ما ندري هم تابعين لمين يعني. يعني تهجموا على اللاعب واللاعب نزل يعني. طيب، حدثت اصابات اليوم في يعني في احد راح المستشفى، في احد قدم؟ لا اصلا انا يعني التقرير اللي سمعته تقرير مبالغ فيه يعني من الصحفي يعني ما وفق في نفس الحدث، لا في احداث مؤسفه ولا مجرد هي لحظه اثاره. نعم، انه هي واحد اهل نادي حراء والحكم كسب 4 دقائق وقت بدل ضايع، وانتهت ال4 دقائق. نعم، الجميع من نادي حراء كان ينتظر انه الحكم يصفر. نعم، وزارت دقيقه و52 ثانيه جاء هدف ثاني لفريق السروات واتقلبت المباراه. فالعديد من لاعبين نادي حراء جلسوا في الارض يبكوا، واكثر من لاعب راحوا الحكم بيقولوا حرام عليك ضيعت مجهودنا يعني. هذا هو اللي حصل يعني، كل الحكم انفجر يعني كلام لعيبه نادي حراء حرام عليك يعني حرام فعلا حرام عليك، يعني ضربنا على النادي هذا او على الفريق السنه دي اكثر من مليون ريال، 500,000 ريال راح في معسكر برشلونه. المفروض هذه المباريات اقوى من مباريات دوري درجه اولى، المباريات التغييريه دي. نعم، وانا هذا الكلام اقوله للاستاذ الكبير الاستاذ عمر المهنا، هذه مباريات حساسه بتعمل مشاكل لما لم يكن الحكم قادر على اداره المباراه، يجب اختيار حكام درجه اولى اقل ما يمكن اداره هذه المباريات، لانه في دوري درجه اولى ودرجه ثانيه ممكن اخسر مباراه 2-3-4. نعم، وعندي الامل اني اعود ثاني مره جديد، بس هذه المباريات نهايه موت للفريق، معالي اعود من جديد او لا. فاتمنى من الاستاذ عمر المهنا والاستاذ الكل اللي قدم مجموعه كبيره من الحكام. نعم، يعني الجيدين، انه يعني ياخذ مداخلات هذه الضخمه للجد ويعين. نعم، في المباريات الجايه. طيب، حكام على مستوى. نعم، يعني استاذ حامد، المباريات حتى ما تصير مشاكل، وإذا ما عين أستاذ حامد أكثر من كذا بكثير، وأصلا اليوم ما حدث مشكلة حقيقية. نعم، يعني أستاذ حامد، اللي جرى في المباراة اليوم يعني ترضون أنتم كأنت كمسؤول يعني في النادي كرئيس وأيضا مدرب؟ بالنسبة لأحداث أو بالنسبة ل يعني صارت أشياء كثير في المباراة، وأنا حرجع لك يعني ضربة الجزاء المعادلة الحق يعني تم يعرض ضربة الجزاء بدون حق يعني. طيب، بما انه انقطع الصوت على ما يجهزون لنا الطرف الاخر من هو مدرب نادي السروات النماص الكابتن محمد ابو عراد. طبعا اليوم بندر يعني هي احداث حصلت مؤسفه بكل تاكيد، ان تتم يعني هناك عراك بين لاعبين وكذلك تم التهجم على الحكم. النقطه الاخرى عدم وجود رجال امن في المباراه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية احنا ودنا نسمع من الطرفين حتى يكون يعني تكون الصورة واضحة، يعني المشهد يكون مكتمل. ما أخفيك أخوي صالح، دائما مباريات اللي تكون يعني بشكل عام في المباريات تحدث هذه الأمور، وهذه مثلا الاحتكاكات، أو أنه مثلا يكون في يعني عراك بين لاعبي الفريقين، أيضا يدخل فيها أيضا حكام المباراة أو أيضا الجماهير. هي حقيقة العدة عوامل. العامل الأول هو ضعف الجانب التثقيفي من الأندية للاعبيهم في مثل هذه الحالات، حيث أن اللاعبين في بعض الأحيان أخطاء حكم أو خلافة أو أيضا احتكاك مع لاعب آخر، يفترض أنه أيضا يكون هناك جانب تثقيفي من إدارات الأندية حتى لا يكون هناك يعني دخول في صراع أو عراك حول هذا الأمر. بالإضافة إلى الناحية الأمنية، يعني نتمنى انه يعني لو كانت المباراه مثلا مسجله او شفنا في لقطات، يعني انا متاكد انك لن تجد رجال امن كافيين لهذه المباراه، خاصه انها مباريات صعود او مباريات تاهليه. صحيح. يكون الفرق مثلا من بدايه الموسم دخلت في دوامه منافسات او مثلا مباريات خروج المغلوب، ومن ثم تصل الى ادوار متقدمه بغلطه مثلا حكم او مثلا باستفزاز معين او شيء، تخسر مجهود الفريق طوال الموسم، فهذه ايضا تسبب اشكاليه. الاشكاليه الاخرى اخوي صالح، العقوبات الرادعه، يجب ان تفعل العقوبات الرادعه. احنا شاهدنا يمكن الاسبوع الماضي لجنه انضباط اصدرت عدد من القرارات، خاصه أنا اعتقد على فريق من وادي الدواسر، كانت عقوبات يعني صارمه. يفترض انه هذه تكون رادعه للاعبي الانديه. طيب. حتى احنا بندخل فيها، يعني بما انك تكلمت عن لجنه الانضباط، انا في اكثر من موضوع راح نناقشه، بس خلينا ناخذ الكابتن محمد ابو عراد مدرب نادي السروات. حياك الله كابتن. حياك الله استاذي الفاضل، وارحب فيك وامسي عليك بالخير انت وضيوفك الكرام. يا هلا وسهلا فيك. احنا من باب الحياديه دائما نعطي الحديث للطرفين، انتم طرف اخر في المباراه، احداث مؤسفه بكل تاكيد لا يرضاها اي رياضي سعودي. الحقيقه اشكركم على تفاعلكم مع الحدث، على الرغم من انه درجه ثالثه. نعم. واحنا متعودين على نوع من التهميش لمسابقات درجه الثالثه. لكن نخش في الموضوع على اساس وقتكم وقت البرنامج. تفضل. الحقيقه ما حدث اليوم من رئيس نادي حراء الاستاذ حامد المعدن خروج واضح عن الروح الرياضيه. فنحن حينما نشاهد لاعب او اداري يخرج عن الروح الرياضيه في حالات قليله جدا نلتمس له العذر بسبب صغر السن او ما شابه ذلك. لكن المصيبه حينما يكون رئيس نادي يقوم بالتهجم على حكام المباراه ثم يتم طرده الى المنصه. الحين المدرب لو سمحت لي المدرب اللي هو حامد مؤذن وهو رئيس النادي، هو من قام بالتهجم؟ هو رئيس النادي ومدرب في نفس الوقت، ولا ادري هل لوائح الاتحاد السعودي تسمح بهذا او لا. هو طيب خلينا في موضوع اللي صار في الملعب، هو مبادره في التهجم على الحكم واللاعبين؟ أول ما سجل نادي السروات الهدف الثاني. نعم. بدأ بالتهجم على حكام المباراة. كان. نعم. عنده لاعب مطرود قبلها بشوي وكان موجود معاه في المنصة. طلع الأستاذ حامد المعدن المنصة وصارت مشكلة في المنصة. سببها الأستاذ حامد المعدن واللاعب اللي موجود. نعم. في المنصة. الكلام بيكثر، ولكن تقرير الحكام مع مراقب المباراة. نعم. يدعم كلامي، لأنه بصراحة ما يحدث حاليا في بعض المباريات في الكرة السعودية يعني لا يناسب أي شخص رياضي لديه حس. نعم. وطني. طيب في إصابات عندكم في اللاعبين ما كابتن؟ ما في تداخل مع أي لاعب من لعيبتنا ولا في عراك، وكل هذا الذي يقال كلام لا أساس له من الصحة. لا، صار عراك بين اللاعبين. المشكلة أستاذي الفاضل. نعم. بعد الهدف الثاني لنادي السروات الاستاذ حامد قام بالتهجم على حكم المباراة، ولعيبته بعض اللاعبين لعيبة نادي الحرى لما شافوه يتهجم عملوا نفس تصرفاته. هذا ما حدث بالضبط. يعني لاعبينكم في نادي السروات ما كان لهم اي دور في الموضوع، ولا لنا اي دور في ما حصل، وتقرير حكام المباراة يثبت الكلام هذا. اضف الى ذلك طب الله عمرك انه في لعيبه من نادي حراء في قمه الادب والاحترام جو بارك حول نادي السروات، وكان على راسهم
أخو الأستاذ حامد المؤذن الكابتن كامل المؤذن. كويس انه في يعني ايضا طرف اخر في بادره طيبه منها. انت اتهامك لمين في هالموضوع كله يعني؟ من اللي طالب بعقابه؟ يعني ما ادري السبب. نادي حراء والاستاذ حامد المؤذن صرف على حسب كلامه مليون ريال. طيب نادي السروات ما صرف شيء؟ اليس من حق ان يتاهل؟ هي كانت ردة فعل يعني سواء كانت ايجابيه او سلبيه يعني هو يتحملها في النهايه. انت اتهامك الاول والمباشر لي المدرب ورئيس النادي الاستاذ حامد. مدرب ورئيس النادي الاستاذ حامد، وانا رحت له شخصيا بعد المباراه. نعم. احاول اهديه، تلفظ بالفاظ يعني ما ابغى اقولها في البرنامج، اساء. لا تقولها، نقطه مهمه جدا 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 يجب ان تؤخذ في عين الاعتبار. نعم. وش الاجراء اللي اتخذته كابتن حامد مؤذن الى اهالي المنطقه الجنوبيه؟ اساء الاستاذ حامد. نعم. المؤذن الى اهالي المنطقه الجنوبيه. ان شاء الله انه ما توصل لهالامور، لكن انتم وش الاجراء اللي اتخذتوه؟ انا بصراحه في حاله استغراب انه يكون عندنا رئيس نادي في 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 في, في العام اللي احنا موجودين فيه 1434 ويحدث هذا الكلام منه. طيب كابتن. نعم. وش الاجراء اللي اتخذتوه بعد المباراه؟ احنا كنادي سروات لما نتخذ اي اجراء، احنا فكرتنا كبيره جدا في حكام المباراة، في مراقب المباراة، في الناس اللي حضروا مكلفين من جهة الاتحاد السعودي سواء. طيب. أي من مسماه، ونحن ما لنا أي دور عموما، لم نتقدم بأي شكوى. نتقدم بأي شكوى. نعم. إن شاء الله ثقتكم في محلها كابتن تامة، بأنه في عندنا اتحاد سعودي قادر على ضبط الأمور وإعادة كابتن الأمور إلى وضعها الطبيعي. نعم كابتن. في الزميل بندر شود حبيب داخل معك، تفضل بندر. حياك الله استاذ محمد. طبعا الان مدرب حراء تم ابعاده الى المنصه، كيف سمح له انه بعد مباراه مباشره وهو مطرود ومبعد الى المنصه انه ينزل مباشره؟ بالاضافه هل فيه يعني الجانب الامني، هل هو فيه كثافه امنيه انه مثلا اسمحوا له انه مثلا خاصه انه مثلا متنرفز واحدث مشكله في المنصه ومن ثم يعني ينزل حتى يكمل هذا الامر مع حكام المباراه؟ هل الجانب الامني كان يعني معقول مثل هذه المباراه؟ استاذ الكريم، لم يكن هناك تواجد امني اطلاقا. هذه وصلتكم المعلومه وهي معلومه سليمه. رقم اثنين، الاستاذ حامد المؤذن تم ابعاده بعد تسديدنا الهدف في الدقيقه 93.5، بقي على المباراه 30 ثانيه. نعم. تمام. تم ابعاده عن طريق حكم المباراه بعد ما صعد المنصه بعشر ثواني، تمت فوضى في المنصه وتم انزاله مره ثانيه الى الملعب، هو واللاعب اللي كان مطرود. اللاعب اللي مطرود طلع المنصه. كل هذه ما ادري وجهه نظر القانون فيها، انا ماني بقانوني علشان اقدر اقول لكم اللي حدث صح ولا غلط. نعم. عموما الثقه موجوده ان شاء الله في الاتحاد السعودي وفي لجان الانضباط. لما شخص يستبعد يروح يجلس في المنصه، هل هذا القانون؟ ما ادري. نعم. عموما كل التوفيق لكم وان شاء الله تحل هذه القضيه. نتمنى ان شاء الله تعود. جزاكم الله خير، واحب اشكركم على تغطيتكم للحدث الهام، واكرر شكري للقناه الرياضيه، والله يعطيكم العافيه. قناة الوطن في خدمة أندية الوطن دائما. شكراً للكابتن محمد أبو عراد مدرب نادي السروات، وكذلك رئيس ومدرب نادي حراء حامد مؤذن علي. نرحب فيك مرة أخرى معنا في البرنامج. سمعت الحوار اللي دار بين الأطراف المعنية بالموضوع. أيضاً يهمنا الجانب الآخر، هو عدم تواجد الجزء الأمني في المباراة، وأحياناً يعني أنت يمكن قريب من بعض الأندية للدرجة الثانية والثالثة، عدم تواجد الأجهزة الأمنية أحيانا يعطي بادر بوجود فوضى كبيرة حين تحدث في المباريات، خصوصا إذا صار في تشابك بين لاعبين ومدربين، هنا عدد كبير وهنا عدد كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. أرحب فيك أستاذ فيصل والأستاذ بندر والسادة المشاهدين. حقيقة ما يحدث يعني في أندية الدرجة الثالثة على وجه التحديد، يعني هي يعني باستمرار يعني في كل موسم في تصفيات نهائية تحدث يعني بعض الملاسنات، بعض الأمور التي لا ترضي الرياضيين بشكل عام. فأعتقد أنه يفترض علينا يعني أن ننتظر تقرير في حكم المباراة ولجنة الانضباط، ولكن أنا أضم صوتي للصوت الأستاذ بندر رشود أنه الأندية تحتاج في
الدرجة الثالثة والدرجة الثانية على وجه الخصوص، أعتقد يحتاج تثقيف اللاعبين في عملية يعني ثقافة الفوز والخسارة والتعادل، لأنه في الأخير الأندية كلها بتتعب وبتصرف، أنت زي ما تصرف الفرق الثانية بتصرف، ففي الأخير يطلع فائز واحد، فما يعني أخلاقياتنا الرياضية في المملكة العربية السعودية لا تسمحنا يعني بالتطاول سواء بالأيدي أو بالألسن على حكام المباراة. وهذه نعم. النقطة الثانية أعتقد أنه سبب الشرارة أو وجود المشاكل بشكل عام هو عدم تواجد رجال الأمن، إذا كان المعلومة صحيحة نقلت يعني من داخل الحدث، فأعتقد أنه يفترض بنا يعني في أنديتنا الرياضية وعلى وجه الخصوص في الدرجة الثالثة والثانية نعم. في بعض المشاكل نرقى شوية يعني في عملية الانفعالات وضبط الأعصاب. طيب هذا حديثنا عن ما حدث في المباراة اللي قيمت في عسير في المحالة بين نادي سروات من النماص ونادي حرام من مكة المكرمة.